قليلا ولو أراكم كثيرا لفشل ولتنازل الذين عاهدت منهم ثم ينقلون عنهم في كل مرة وهم لا يهتدون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تركبون به